سنين وانا يا صابر التمارة والإهانة سبعوا مني تاياو وقالوا لي بسلامة وقع اللي كانوا يقولوا كلام زوين وزواق غير غلطت غير مني طلع كل شي نفاق الدنيا راها فايتة ما يدوم غير المزيان واخا تكون كما كنتي ما يغروك الأموال هانت بنيتي وطلعتي تفكر غير الاستغلال والحمد لله دابا عايشين غير بالحلال وياك هما اللي بداو وانا اللي غنسالي كتبوا فيها ما بغاو ونساو راها ديالي ملي تقطع اخباري حسب ليهم كنعاني حقي ما غناخدو سال عند الرب العالي. الله الله. واحد بن سيمان يتواجد معي صاحب الروز اللي تسرق الروز ياك سرقتي الروز شحال كيلو؟ تفات 4 كيلو ديال الروز. 4 كيلو ديال الروز وصاحب تقليد الاصوات النسائيه فعنده الجديد وجاب لنا اغنيه رائعه خرجها بداك المشكل اللي وقع له ديال 4 كيلو ديال الروز اللي علماته درس كبير وكبير واستفد منه فاليوم معنا علم مباشر عبر قناه الشعب قناه تي في. اهلا وسهلا ومرحبا بك معنا اولد ولداش ولد نجمه. ولد نجمه الله يحفظك. ترحب بك الجنه ومرحبا بيا في قناه الشعب شوف تي في اول ظهور ليا من جديد والمغاربه قبل نكملوا الحوار تعطيني بعدا واحد التقليد ديال شي صوت نسائي ديال شي فيلم مدبلج وعاد نكملوا الحوار ديالنا الشهير. مرحبا. يلا سير الله. انا ما عرفتش علاش ما عنديش الدار في هذه الحياه، ما عرفتش علاش ما عنديش الدار مع الرجال. واش انا ماشي بنادم؟ واش انا ما نستاهلش؟ ياك انا اللي كنت معاك نعطيه قلبي وكنوهبو حياتي وهو ما كيقدرش المشاعر ديالي علاش؟ الله يعطيك الصحة. جميع الأصوات تقدر تقلدهم ولا غير صوت؟ أنا كنخدم على، أنا عندي أصلا دي باج فيسبوك، المسلسلات اللي كتعرض في القناة الثانية دوزام، كيديروا مسلسلات تركية مدبلجة بالدارجة، كنخدم على لقطات كنبارطاجيهم مع الناس وكيحصلوا على نسب مشاهدة عالية. صوت آخر نسائي مثلا في مغنية اللي تقدر تقلد الصوت ديالها ولو غير شوية؟ مغنية؟ فالناس عجبهم هذا الصوت الأول اللي قلدتي، عاودي هنا كيتفاعلوا معنا في لي كومونتير الله يعطيك الصحة. غادي انا غادي نتقن شي غنجسد شي دور ديال شي وحده خانها راجلها. برافو عليك سير الله. انت يا ماشي راجل، انت حقير، انت واحد قليل الحياه ما كتسواش. انا شفتك بعيني مع ديك المراه وانت ما عرفتش كيفاش وصلت بك الدرجه دير فيها هادشي. الله يخلف لك الحق. ما نقدرش نزيد نتحمس، المهم خاصني يكون داكشي مكتوب باش فهمتي. الله يعطيك الصحه. اعطينا شي دور ديال شي مراه سرقات الروز. سرقات الروز. سرقات الروز الله يعطيك الصحه. المهم ما بغيتش نوضح للناس انه انا راه شفرت، ماشي انا شفرت او نتسمى شفار، المهم كتسمى راه سارقه لواحد الرايه صغير جد ريال ولا بيضه راس كتسمى سارق. المهم انا درت واحد الخطا وندمت عليه من بعد وكنتمنى نكون صلحته. الله يعطيك الصحه. اعطينا راه دات الروز سرقات الروز من الحانوت. دات سرقات الروز؟ اه. عافاك اسيدي، عافاك انا راه خديت ديك الروز غير باش نوكل ولادي. عافاك فهمني. انا ما عرفتش كيفاش درت هذا الشيء. انا هذاك الروز اللي خديت غير باش ناكل ولادي حيت كانوا جيعانين. عافاك قدر هذا المشكل اللي عندي. انا ولادي عايشين في واحد الحاله ما كتصورها حتى شي واحد. وكنتمنى الناس اللي كيتفرجوا فيا يتفهموا الموهبه ديالي وما يقولوش، يعني ما يفهمونيش غلط او يميلوني لشي ميول ولا شي حاجه. تماما الله يعطيك الصحه. فقلت لي قبيله بان واحد الاغنيه طلبت منك تقول لي شي فنانه، خلي الاغنيه ديالك قلت شي فنانه خلي لينا الصوت ديالها. الله يعطيك الصحه. نقدر نغني لك شي اغنيه بصوت ديال شي فنانه باش نقلد؟ مغربيه شي فنانه يكون الصوت قريب ليها مادام انت عندك الموهبه. راه ما غيغيرش الصوت ديال شي فنانه. يلا ويلا يلا اسمحوا لي. سير الله. ويلا يا البنات قولوا لجيراننا يجيبوا الزغرتات الليلة ليلة الحنة. ويلا يا البنات قولوا لجيراننا يجيبوا الزغرتات الليلة ليلة الحنة. ويلا يا البنات صافي ما حافظهاش هذه صفاء وهناء. هادشي عندي واحد الصوت قريب ليها ونقدر نغني شي حاجة شعبية ديال شي مثلا داودية نقربكم من الصوت ديالها. الله يعطيك الصحة. داودية ديال دابا يحن مولانا. ويا المهم وراني غادي ليلى هاي الله يا في هذه الدنيا واش جرالي ليلى هاي الله يا المهم وهذا حالي ليلى هاي الله وتهلاي ليا في ولادي ليلى هاي الله يا المهم وراني بنتك ليلى هاي الله سمحي لي يا ولا عاد راه ما عنديش الصوت راه قلت لكم رايض سمحوا لي على الباحه وصافي. عطينا ديك
الاغنيه اللي انا ما عرفتش علاش ديما كنبغي نصور شي لايف كيكون صوتي مريض. ايوا الله يشافيك. عطينا الاغنيه اللي خرجتي. واخا غادي نسمع المشاهدين كلمات وغير مقطع صغير من الاغنيه اللي غادي عجبتنا. عطينا فيها اكثر من مقطع وعطينا اللحن الرائع. انا نعطيك اللحن ولكن حاجه خفت شي واحد يسرق عليا. ما كاين ما يسرق عليك على المباشر سير الله. سنين وانا يا صابر التمره والاهانه سبعوا مني تاياو وقالوا لي بسلامه وكاع اللي كانوا يقولوا كلام زوين وزواق غير غلطت غير مني طلع كل شيء نفاق الدنيا راها فايته ما يدوم غير المزيان واخا تكون كما كنتي ما يغروك الاموال هانت بنيتي وطلعتي تفكر غير الاستغلال والحمد لله دابا عايشين غير بالحلال وياك هما اللي بداو وانا اللي غنسالي كتبوا فيها ما بغاو ونساو راها ديالي ملي تقطعوا خباري حساب ليهم كنعاني حقي ما غناخذو سال عند الرب العالي. الله 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 يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة. إذا مشاهدي قناة شعب قناة شو تي في أجواء مثيرة تتابعونها معنا مباشرة من نواحي بن سليمان على قناتكم قناة شعب قناة شو تي في. فالصوت ديالك تقدر تخرج منه بزاف العجائب. ما كتقلدش رجال رجال الله يعطيك الصحة قلدنا شي فنان الله يعطيك الصحة. نقدر نقلد في الدبلاجة نقدر نقلد رجال عادي. شكون اللي قلدنا رجال في الدبلاجة؟ واش انت حماقيتي ولا شنو؟ واش عارفه راسك شنو كتقولي؟ انا سنين انا حياتي كامله ضيعتها معاك ونسيا كتقلب على الزمل. انا حياتي كامله ضيعتها معاك وانت ما قدرتيش المشاعر ديالي الله ياخذ فيك الحق. الله عافاك عافاك غير فهمني عافاك. شوف انا راه انا راه ما كنتش باغي يوقع هذا الشيء. انا ما كنعرفوش انا ما كنعرفش داك الراجل عافاك غير تيقني انا ما كنعرفوش انا راه كنبغيك انت صافي بعدي مني عطاني اتساع نسيني عليك ما عمرك مازال ما تقربي لجهتي حيت الا قربتي ليا غادي نتبك على نهار اللي تديتي فيه وسمعتي. لا لا ما تخلينيش يكفي. ختموها بغيت نشكر المغاربه كاملين اللي كانوا كيشوفوا هذا اللايف كنتمنى يبارطاجيو باش يوصلوا الموهبه ديالي. بارطاجيو بارطاجيو. انا نسيت الماضي وبديت حياه جديده وتسناو الجديد ديالي ان شاء الله في القناه ديالي على اليوتيوب ولد النجمه. وشكرا لك اخويا جناح المراسل ديالنا في بن سليمان وشكرا لقناه الشعب شوف تي في وكاع المغاربه. يلاه عطيني شي اغنيه نختموا بها الله يعطيك شي اغنيه حافظه كيعجبني زكريا الغفولي سير الله هذاك هو القدوه ديالي سير الله. تحيه للفنان الجميل زكريا الغفولي. جالس عند الحافة مقابل الدفا نستنى غير شوفة منك تطفي العوافي انت يا الزين والعفا والسر منك وفا ونعهدك على الوفا ونديرك فوق جناحي. جالس عند الحافة مقابل الدفا نستنى غير شوفة منك تطفي العوافي انت يا الزين والعفا والسر عندك وفا ونعهدك على الوفا باغي عندي نديك وندير اللي يرضيك تا حاجة ما تأديك اركم تيري بهرة بهرة هبلتني ظهرة ظهرة اركم تريخ بهرة بهرة هبلتني ظهرة ظهرة صافي ما نقدرش نطلع في المقامات. عاود لينا اخر شي صوت نسائي يكون قبيح لايف بعدا طالع. الله يعطيك الصحة. قناة الشعب قناة شو تي في راهم الإشارة قناة الشعب قناة قناة الواقع وقناة أنا أنا ديما كنبغي نطلع في قناة الشعب يعني اللي كيقول أنه قناة قناة الصرف الصحي ولا داك الشيء كيبقى ديالو. عطينا تقليد صوت نسائي نختموا به الله يعطيك الصحة. واش علاش اللي حطيت فيها رجلي؟ علاش اللي حطيت فيها رجلي ما كتصدقش؟ واش أنا ما عندي الزهر كاع؟ شنو واش أنا منحوسة ولا شنو؟ رجال كاملين رجال كاملين ما عرفتش اشنو مالهم معايا. واش انا ما زوينهش؟ واش انا ما نستاهلش شي راجل بوكوس؟ واش انا ما نستاهلش شي راجل زوين اللي يقدرني حتى انا ويعطيني قلبه ويعيش معايا حياته ما يلحقش؟ الله يعطيك الصحه. اذا مشاهدي قناه شعب قناه شوف تي في فتبعتوا هذا النقل المباشر على المباشر من نواحي بن سليمان. فنلقى لي اذا ودعكم دمتم في رعايه الله نلتقي في بث مباشر اخر. الى اللقاء مشاهدينا الكرام ونهايه اسبوع موفقه للجميع. سنة سعيدة سعيدة وتصبحون على الخير مشاهدينا الكرام.